البطالة الفرنسية تشهد ارتفاعا مفاجئا وفق أحدث بيانات وزارة العمل. الأرقام تتحدث عن 31 ألف شخص تقدموا بطلبات بحث عن عمل في شباط فبراير، أي ما يعادل 19 نقطة. وزير العمل الفرنسي أقر بالزيادة التي تجاوزت حتى قفزة كانون الثاني يناير، حينما سجلت البطالة ارتفاعا بواقع 13 نقطة. المعطيات تأتي مخيبة للحكومة الاشتراكية الساعية إلى تعديل خسارتها قبل أيام من استحقاق الجولة الثانية من الانتخابات البلدية.